الشرطة السويسرية أكدت أن الشخص المعتقل في حادث اختطاف طائرة ركاب إثيوبية وإجباره على الهبوط في مطار جنيف الدولي هو مساعد قائد الطائرة، والذي سلم نفسه بسهولة بعد عملية الهبوط طالبا حق اللجوء السياسي في سويسرا. الخاطف قال إنه استغل فرصة ذهاب قائد الطائرة إلى الحمام ليحكم إغلاق قمرة القيادة ويسيطر على مصير الرحلة الجوية. هذا ولم يتعرض ركاب الطائرة أو بقية أفراد طاقمها للخطر لأن الخاطف لم يكن مسلحا. الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متوجهة للعاصمة الإيطالية روما قادمة من أديس أبابا. مطار جنيف الدولي كان أعلن عن وقف جميع رحلاته الجوية، كما أغلق مؤقتا خلال عملية هبوط الطائرة.